السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اسمعوا أجمل ما قاله بلومي عن الجزائر وعن منتخب الجزائر، وأجمل ما قاله عندما سألوه تختار محرز أم محمد صلاح. شوفوا الإجابة رائعة، تعالوا مع بعض نسمع ماذا قال. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، وشكرا لكل من دعمني بهذه القناة الصغيرة ولكن كبيرة بوجودكم. يلا نسمع. الجزائر حاليا يعني في ما تأهلناش صح، شفتوا المشاكل على الحكم والى اخره. طبعا هذا شيء يعني عادي، يعني كرة القدم في ايام تنجح وايام تخسر يعني، ولكن بارك الله عنا دائما النجوم يشرفوا الجزائر في اوروبا، ونسمع محرز اللي تكلمت عليه والاخرين. نتكلم كلاعب قديم يعني هذا شيء عادي، يعني اللاعبين فيها مره فيها فورما فيها صحه فيها يعني ينهاروا، وفي اشياء اخرى كذلك، ولكن الاحتراف هذا هو خاصه بالفرق الكبيره بالسيتي او في الريال مدريد والبارسا. هو حاليا يشرف بشيء الجزائر، يشرف العرب، يعني هو احسن لاعب عربي صراحه. واحد صلاح هداف تبارك الله، وشرف كذلك مصر والعرب حاليا هم اثنين، يعني هذاك صلاح تبارك الله هداف، ولكن اللعب الفنيات والسبكتاكل تبارك الله محرز بدون نزاع ترهم الاثنين، ولكن كما قلت لك تبارك الفنيات والاهداف شيقه محرز، وكلنا الاهداف يعني احسن هداف يعني حاليا هو صلاح. ميسي هو احسن لاعب حاليا رغم السن، احسن لاعب حاليا.